آتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا كفافنا أعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا ولا تدخلنا في التجربة لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لنا كم الملك والقوة والمجد لله آمين إن بخريستوس يسوس بين شويس حطيت حلونا سامحوني أبا أخوة تشلين إبي برصف كيس تاسيتين أنا باسي كيتم نوماتي سوارين شبه مدنطوت من باري فهنا تيوتيوت من شايس وفن تمنزل بخريستوس جفرس كما زين أغنى شد بك تيسوير ونفكي تدنى مدنى شرطة يونوسك إن صفون مار تربوسون خمبايك ويسوفين ونترون تابنون خينين من أن تكرتو أورب شايس بنوتي نيبب شايس بنوتي بن تكرتو رفيوتن بن شايس وبنوتي من سوتيري صوت بخريستو تنشبه موتم طول قاطع ابني بين مدو ابني بين مخن ابني بين لأنك سطرتنا وأنتنا وحفظتنا وقبلتنا لك أشفقت علينا وعدتنا وتيت بنا إلى هذه الساعة اطلبوا لكي يرحمنا الله ويترافع علينا ويسمعنا وعيننا ويقبل إليه سؤالات وطلبات قديسي منهم بالصلاح عنا في كل حين وأن يحفظ لنا علينا أبينا المكرم البابا الأنبا تودروس الثاني وشريكه في الخدمة الرسولية أبينا الأسقف الأنبا صليب ويغفر لنا خطايانا يا رب ارحم من أجل هذا نصرة من صلاك يا محب البشر امنحنا يا رب أن نكمل هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا كل سلام مخافة كل حسد ودابة كل فعل الشيطان مؤامرة الناس الأشرار كامل الأعداء الخفيين والظاهرين انذاها عنا وأن سائر شعبك وعن هذه الكنيسة وعن هذا الموضع المقدس الذي لك المصالحات والنفعات والتقنية لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس بالحياة وعقار أجنتكم ترسنت بقاشي من كريا لين صون تنوش تم فيوت نم بشي إيرينم بيمنم مضوى هدريا سسوى من أمون سيون شرتي بارسينوس إتاس مزبين سوتي شرن مرياتي شروم بإذنثو إتاس مسيناني مفنوتي بلو شرن مرياتين أو شرن شيريني ماري اسما بن في اسوا شيريني غبريل بسود بن بخاش النوفي شيريني البنشتين ارشي انجل شير في ضفيش إنو في أمارية بارسينوس شير ربيم شير نيسي شير ربيم شير تغمتين وإنبرانيوس شير يؤنس بنشتي أمبرو أدرمو شير بيوي بمسجيني سنمانوئي سنيوتي
شريف يا بسطولوس أبو مرقوس بثيوريمون
ملكوت السماوات، أما نحن فهب لنا كمالا مسيحيا يرضيك، وعطينا وإياهم نصيبا وميراثا مع كفات قديسيك. يا رب ارحم. نسبح مع الملائكة قائلين المجد الله في العالي الأرض السلام والناس مسرا، نسبحك مباركك مخدومك مذكورك من أجل زمانك يا رب الملك على السماوات. قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت الذي يدعى نظر ارحمنا. قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت الذي صلب عنا ارحمنا. قدوس الله قدس اسمك ياتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك الارض. اعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين الينا ولا تدخلنا في تجربه لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لنا لك الملك والقوه والمجد لابد امين. بريستوس يسوس بين شو سامين الليلويا شيرين تنتيور سوابت من وطيم برسن سين فينتي مسلوز ما بين بريستوس. شرسي تصمي سنان بيونين طاف مي بخريستوس بالنوتي تي بارثينوس اسمه بخريستوس مريم تي سو توكوس واب تي بروسن تي بجنوس انت تي مترومي شرينيو تي بارثينوس تي ورو امين نالي سيني شرب شوشن تبن جنوسارك فنان إيمانوئيل. تغري شانسا جيذ بيتي وبيهر منشرو بيمي كون بلس نخيسي آنيني تنير مكاني ذين امو. سلام لك من قبل الله سلام لك من قبل غبريال سلام لك من قبلنا نعظمك قالين سلام لك غبريال الملاك الطاهر بشار العذراء مريم بعد أن أهدى السلام قواها بقوله لا تخافي يا مريم لأنك وجدت نعمة عند الله ستحبلي وتلدين ابنا ويعطي الرب ليلى كرسي داود أبي ويملك على بيت يعقوب إلى أبد الأبد لأجل هذا نمجدك يا والدة الإله كل حين اسأل الرب عنا ليغفر لنا خطايانا شرنيوتي بارثينوس نورو إمين ناليسيني شارب شوشن تبن جلسر إكفنان إمانوي شرنيو عريبا نبوتي بروستاتي سيتن وطنار بن شويس المن يضيع ليسوس خنوي النوفي إن كالوس إني تأسيس رانجيري كون إني تأماني وراني يو أبريل بي بويش النوفي بنشتي خني وعن إلوس نمي تامس وابرت تشوسي إتفايخات سيفن شاين كروم
دانييل ببرو فيتي سوقو اقتموف ام مستريون انت تريا سرف تنخو وزخرياس بيوي بن سوق اكيشن نو في ناف غنب جين ميسم بمرو دروموس يو انس بيرفتي او اكيشن نو في انتي برسينو الجيش ريسي اسمين موتف شوي سينمي تيرامي سيم بسودي ام بي كوزموس تي اربرز بابين ريقون او بي ارشي انجلوس اسو وابغبري يل بي فايش نو في تفكان نو في ناني فو اتشي خاري سمو يسستيم اتقوي بنت ملشي سيدك اكتشي مبطايم بن يوت ماركوس افي اي طويش نو في نار استوصلو انت في جنو ونم جنتك افي افتين وتكيتي ايتي شوش كنتين اسمو ترنتين في قوي قوي من شوي ساري يا جنو بشوي سنيو تبطري يا رشيز بمين يو تسقو بقبطا ودروس دفكان انو في نانيفو كتفريتي ايطفقو سنجيم يقول أيوت سواب نزيك أوس أبا صليب بيبس كوبوس كان النوفي نانيفون شو بنسو إرزهم سينغون خني ما تشوسي تركن خيتو إيش سنفتر أنت ديو ثوكوس توين بارثين وسنسي يونيفر اليوم في طاري مس بنسو تيرن أغاسوس أنت خولين أخيس فولهارون أنت سمني نار أنت فهيريني شرني أوتي بارسين وصيرو أمين ناليسين شرب شو شنت من جل صار اكفنان الامانويل تيو اري بن بكوتي بروستاتي ستنوت نارين بن شوين سيسوس بخيرستوس انت فكان انو بنا نفو عزمك يا ام النور الحقيقة وما جدك تزرع القديسة وتقلها لأن كل تنم خلص العالم أتى وخلص نفوسنا المجد لك سيدنا فخر رسولك للشهداء تاليس ضبط كل خالق السماوات واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود للاب قبل كل الدهور نور من نور احد من احد نور من نور مساوي الاب الجوهر الذي به كان كل شيء هذا الذي من اجل البشر من اجل خلاصنا نزل من السماء في جسم الروح القدس فما اخرت ان تسكت عن عهد بلاص بلدي تهل لما كبرى وقام بين الاموات في اليوم السادس كما في الكتب صدر السماوات وجلس عن يمين ابي وايضا ياتي في مجد يجدينا حياه والاموات الذي لا يسال ملك القضاء نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحبس بالاب مع الاب والابن الناطق الانبياء وبكنيسه واحده مقدسه جامعه رسوليه نعترف معمودية احدك مغفر خطايا ننتظر قيامه الاموات وحياه الدار الى التامين تين قوشتي والخاتين تي اناستاسي سنتني رف موت نمبيون خلتي بيون سني وامين نوتينا اينا انسيشون اي ايروشن اتخارو يسوع المسيح إلى هنا الذي خاطب تلاميذه القديسين ورسل الأطهار المكرمين قائلا إن أنبياء وأبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا وأن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا أما أنتم فطوبى لعينكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع فلنستحق أن نسمع ونعمل بأناجيلك المقدسة بطلبات قديسي سلمنا الانجيل المقدس يا رب ارحم اذكر ايضا يا سيدنا كل الذين امرونا ووصونا نذكرهم في صلاتنا وطلباتنا نرفع اليك يا رب الهنا الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحهم المرضى عش فيهم لأنك أنت وحياتنا كلنا خلاصنا كل رجعنا كل أشفانا كل قيامتنا كلنا آه
σωσίτε με τα βόσεο ακόσουμε το Άγιο Ευαγγέλιο. Ευχαριστώ για την ευχαριστία σα. Είναι εγώ και εύλο. Ενώ το κατάλληλο κανένα είναι ευαγγέλιο του ξανά μα. Τσάζει κυρία. Κρυφού που χάφει να μα μαλά. Ο Ανσίτου λύσα με άλλη εγγύλη. Μου κάντα σφάσον με σάρτ μάρο. Μάλλον να λέω ελβεσίρου. Ατιλμίζω τάρ. Μπαρακέτο αλλά γεμίωνε. Ο Βενσουτήρη του Μπενόρου Τερίνη. Ο Βενσουτήρη του Σιέρνου Τετών. بأعون أفشاني بأفابنا تبيش أني تبيني ترو أمين صازي كريم من مزامير تراتيل أبينا داود النبي والملك الطاهر بركاته على جميعنا قديسك يباركونك ومجد ملكك يصفون وبقوتك ينطقون ليظهروا لبني البشر قدرتك الليل ويام فليرفعه في كنيسة شعبه وليباركه على منابر الشيوخ لأنه جعل الإبوة مثل الخراف يبصر المستقيمون فيفرحون أقسم الرب ولن يندم أنك أنت هو الكائن للأباد على طقس ملكي صادق الرب عن يمينك يا أبانا البابا المعظم الأنبا تدروس الثاني شريكك في الخدمة الرسولية أبينا الأسق المكرم الأنبا صليم الرب يحفظنا حياتكما آمين هللويا مبارك هو الآتي باسم الرب ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد آمين وفي تلك الأيام خرج إلى الجبل يصلي وكان ساهرا في الصلاة لله ولما كان النهار دعا تلاميذه واختار منهم 12 الذي سماهم رسلا سمعان الذي رعى بطرس واندراوس أخا يعقوب ويوحنا أخان فيلبس وبرسلماؤس ومتى وتوما ويعقوب ابن حلفة وسمعان الذي رعى الغيور ويهوذا الذي يعقوب ويهوذا الإسخريوط الذي صار مسلمان ونزل معهم وقف في موضع خلائين مع جمع من تلاميذه وجمهور كثير من الشعب من جميع اليهودية وأورشليم ومن ساحر سور وصيدام الذين جاءوا ليسمعوا منه ويشفيهم من أمراضهم والمعذبون من الأرواح النجسة كان يشفيهم وكان كل الجمع يطلب أن يلمسهم لأن قوة كانت تخرج منه وتشفي الجميع ورفع عينيه إلى تلاميذه وقال لهم طوباكم أيها المساكين بالروح لأن لكم ملكوت الله طوباكم أيها الجياع الآن لأنكم تشبعون طوباكم أيها الباكون الآن لأنكم ستضحكون طوباكم إذا أبغضكم الناس وأفرزكم وعيروكم وأخرجوا اسمكم كشرير من أجل ابن الإنسان افرحوا في ذلك اليوم وتهللوا فهوذا أجركم عظيم في السماء لأن أباهم كذا كان يفعلنا بالأنبياء والمجد لله دائما شبروك نفسي مفريتي شبروك انت تبس نلت الشيرة شيانك ببك فوق نور مرات الجديوت نبشيري نمبب نما يسوام تتريا سجيك والت نوش تموس تنتيونا استجب لنا عندما نصلي يا أبان الذي في السماوات كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا كفنا أعطينا اليوم اغفر لنا ذنوبنا كما كل مجلب ده ممكن بخريستوس يسوس بنشو تسكيف ولا سيمون تو كريو كلناتي بيون سو كيري بروس خمين سو ميتا فو امي كيرنا باسي كيتو بنو ماتي سو رب يسوع المسيح ابن الله الوحيد الذي قد تعرف باتات ختان ونفر وقتل من القديسين وقال لهم اكبر الروح القدس من افر ثم خدم الذين يعملون في الكون حرب عبيد كبائي اخواتي خواتنا المرحوم المسمى مدعوين يرزقنا كنا نختار بشيء بعلم وبغير بذاكر بخير بالكل بغير حزب بغير معرفه عند الاخصام من خبر البشر اللهم منا وفي خطايانا باركنا طهرنا حللنا حال رسائل شعبك من ان خوفنا لك ملك الكل مجد امين امين كيريا لايسون كيريا لايسون كيريا لايسون امين الليل يا زوك سابت ريكي يوكي اجيب نيماتي كنين كاي كيستوسيون استوليون امين دلوشي
ملك هذا اليوم بركة قديسة هذا اليوم بركة قديسة أعضاء مريم ورئيس الملائكة والشهيد العظيم أبا نور بركة صم الميلاد المجيد بركتهم المقدس قوتهم معاناتهم شفعتهم بيتهم تكون معنا جميعا بآخر استوز بن نور آمين أساشوبي يا ملك السلام أعطنا سلامك كر لنا سلامك واغفر لنا خطايانا لك الملك والقوة والمجد لابد أمين استجب لنا عندما نصلي إليك يا أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك يأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا كفافنا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين اثنينان خنفراني بفيوت نمشي ماسو بسابت نوم غنى مستقيم شكرا بان الذي في السماوات صلاة تثبات الساعة الثالثة من يوم السبت المبارك مزامير وترتيب معلمنا داود من يستجيب لك وعظمك يا رب فاضى قلبي كلام صالح يا جميع لهم صفقوا بديهم إلى أخذ رفاته بكل أذانا بذلك بشيء سنان بشيء باند صلاة الساعة السادسة مزامير وثلاثين معلمنا داود النبي المقدس اللهم باسم خلصنا رضيت يا رب عن أرضك ساكن في عمنا عالية سريفة سريفة رب قد ملك لبزا قلال أشكرك يا ملكنا ضابط كل أبو ربنا حمنا يا الله سمع الحمد إشفى أمراض نغفر لنا خطر نجينا رب أحيتنا رب دكتاتي وثاوث قدوس 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 فصل بشارة معلمنا القديس ماريا وخان البشير وتلميذ الطاهر بركاتهم المقدس كن معنا جميعا امين. متى جاء المعز الروح القدس الذي ارسلها باسم فعالك كل شيء وذكركم بكل ما قلت لكم سلام اترك لكم صناعتكم ليس كما ياتي العالم اتكم لا تترك قلوبكم ولا تجزع سمعت ان قلت لكم ان امضي ثم ياتي اليكم لو كنتم تحبوني لكنتم تفرحون بان لا امضي الى الاب لان الاب اعظم مني وقد قلت لكم حتى متى كنتم تؤمنون لست اكلمكم كلاما كثيرا بعد لان رئيس هذا العالم اتى وليس فيه شيء لكن لكي يعلم العالم ان احب ابي كما اوصانا هكذا كما أوصانا أبا هكذا أفعلكم من أنطلق من أنا هو أكرم الحقية أبا كرام كل غصن فيها لا يأتي بثمر ويقطعها وكل ما يأتي بثمر ينقضي لا يأتي بثمر أكثر وأنتم من قبل أن كان من أجل الكلام الذي كلمتكم به اثبتوا فيه وأيضا فيه. المجد لله دمنا ودينا من دون شوهر صوت سمك ودنا غصوت من الناس وأرجع قياسة من أنا الروح بالقدوس يا رب الله درست وزكاة من ذكر القديسين ورسمك المقربين الساعة سليم من شأن قلبنا خير لك فيها الله وروح مستقيم جددوا فيها شيء لا تتحن من قدام وروح قدوس لا تنزعوا مني سبت ريك أيوك أجيب نغماتي أيها رب الله درسات القدس كانت عميدك القديسين ورسمك المقرب في الساعة سيدك من أشهد ربنا يسوع المسيح ابن الله الكريم روح مستقيم وحيا روح البنو والف ولقد أصل هذا وصدق هذا وشيء يا مرضي لكنا سنة تعالى مرحمنا كي آي كي سلوسيون أستونيون آمين يا ويتنا تأكر مرحقا يا أرحم لك ذي حنا سألك مرحبا الخلاص بوسن بارك ربي لحنا بارك ربي يوم في يوم نحيا طريقنا أنا لخلاصنا كي ني كي آي كي سلوسيون أستونيون آمين أيها الملك السماء المعزل أنا حاضر في كل مكان ملك لين الصلاحات ومات الحياة حلوم وتفضل الحل فينا تهنم كل دنسة يسترها خلص نفوسنا كما كنت مع تلاميذك المخلص وعطيتهم السلام حلوم أيضا كن معنا ونحن سلامك وخلصنا لك نفوسنا إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نعصب القيام في السماء يا وليد لله أنت باب السماء افتح لنا باب الرحمة والتحنن قدوس القدوس حزم وتحن قدوس الله عبدك وصل بعد الحمد قدوس الله عبدك المجد لا يبرك
هيا سلوس قدوس حمدس قدوس 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 يا من اقتنص يا رب ارحم رب ارحم بارك امين استجب لنا عندما نصلي يا ابانا الذي في السماوات قدس اسمك لياتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض خبزنا كفنا اعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين الينا ولا تدخلنا في تجربه ولكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لنا لك الملك والقوه السلام لك نسالكم تامدا عذركم سادي صلواتكم تلنا من نفوسكم امام ربنا يسوع فتانا من زوج صوصي وصوص كندوس 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 فصل بشارة معلمنا القديس ماري متى البشير وتلميذ الطاهر بركة المقدس معنا جميعا أمين فلما أبصر الجماعة صعد إلى الجبل عندما جلس قدم إلى تلميذ فتفع لهم قائلا توبوا المساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات توبوا للحزن لأن لهم يتعظون توبوا للدعاء لأن لهم يرثون الأرض توبوا للجياع ولتشرب البر لأنهم يشبعون توبوا للرحماء لأنهم يرحمون توبوا لأنقياء القلب لأنهم يعنون الله توبوا لصانع السلام لأنهم يدعون أبناء الله توبوا للمطرودين من أجل البر لأن لهم ملكوت السماوات توبوا لكم من سترتكم وعليكم وكرفكم من أجل كل شر كاذبين افرحوا تعلمنا أن أجيركم عظيم في السماوات فإنهم هكذا تردنا بها الذين كانوا قبلكم أنتم ملح الأرض فإذا فصل الملح في المزع وملح لا يصلح بعد لشيء إلا لأن يطرح خارجين تدوس الناس أنتم نور الآن لا يمكن أن تخفوا مدينة كأن على جبل أولئك الدنيا سراجا ودناه تحت مكان ودناه على المرأة فيديه كل من في البيت هكذا فيديه نراكم قدما سكر عمركم سلاحا فمجيد أبكم نفس السماوات الحمد لله دم الأبدين أمين تناشم بارسوس أن بكر تناظر سوس من دماء سواب جياقية ستيامون لنا يا من في اليوم السادس وفي الساعة السادسة مرت على الصليب نجل خطير لتجر عليها أبونا آدم في الفردوس مزق سق خطايانا يا المسيح لنا وخلصنا نصرخت إلى الله رب سماني اللهم استجب صلاتي لطرفة الباطل تفتلي اسمعنا عشابك وقت الظهر كلام يقول فاس مصاطي وخلص نفسي بسلام سابتري كي وكي أجيب نبماتي يا يسوع المسيح لنا اللي سمرت على صليب في الساعة السادسة قطت الخطير بالخشبة حتى الميت الموت كلازم الإنسان الذي خلق بيديك الذي مات بالخطية اقتل أوجعنا بألامك الشفية المحيا بالمسامير التي سمرت بها انقذ عقولنا من طياشة الأعمال هيولية والشهوات العالمية لتسكر أحكامك السمائية كرافتي كيني كيعي كيستوسيون وستونيون نامي إذ لا ينسى لنا دل ولا حق ولا معذرة من أجل كثرة خطايانا فنحن بك نتوسل لازل دمك يا والدة لله العذراء لأن كثيرة من شفاعتك قوية ومقبول عند مخلصنا الأمة لا ترفض الخطاة من شفاعتك عند لازل دمك لأن رحمة قدر على خلاصنا لأنه تألم نجد إن كنقذنا فتدركنا رفتك سريعا لأننا قد تمسكنا جدا أعيننا يا الله مخلصنا من أجل مجد اسمك يا رب نجينا وفر لنا خطايانا من أجل اسمك القدوس جاني كأين كيستوسيون وستونيون آمين صنعت خلاصا في وسط الأرض كلها أيها المسيح لنا عند بساطة ذيك طارتين على عود الصليب فلهذا كل الأمم تصرخ إلى المجد لك يا رب سابدري كأيو كأجب نماتي نسجد لشخص غير الفاسد أيها الصالح طالبين لمغفرة خطايانا أيها المسيح إلهنا لأنك بمشيتك سررت أن تصعد على الصليب لتنجي الذين خلقتهم من عبادتهم نصرخ إليك ونشكرك لأمات لكل فرحا أيها المخلص لما أتيت لتعين العالم يا رب المجد لك جانيك أيك استوسيون استونيون آمين أنت هي الممتلئة نعمة ممتلئة العذراء نعظمك لأن من قبل صليب ابنك انهبط الجحيم وبطل الموت أمواتا كنا فنهضنا أصلحكنا الحياة الأبدية وأننا نعيم الفردوس الأول من أجل هذا نمجد بشكر غير المائت المسيح إلى هنا نور الحقيقي ونمجدك خاص على ما يتقر نفوسنا المجلك يا سيدنا ملك المسيح فخر رسل كل الشهادات الازدكين سبات كنائس فرنا خطينا بشر بالسلسة المقدسة لو تنزل الله مجد يا رب ارحم يا رب ارحم يبارك امين بالحقيقة نؤمن الله لا اب داوة كل خالق السماء والارض ما يرى ما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الاب قبل خلق الدهور نور من نور اله حق من اله حق مولود غير مخلوق مساوي له في الجور الذي به كان كل شيء هذا الذي من اجلنا نحن بشر ما يجلي خلاص نازل من السماء تجسدنا روح القدس مريم عذراء ان الصلب عن عهد بلاد صبونت يتالم وكبرى قام بين الموات في اليوم السادس كيف كتب صعد الى السماء وجلس عن يمين ابي وايضا ياتي في مجدي ديني حول الاموات الذي ليس مقيم قضاء نعم نوم بالروح القدس الرب محمد بسق من الاب نسجد له مجد مع الاب والابن في انبياء وبكنيسه واحده مقدسيه مع صويه نعترف وننتظر قيامة الأموات وحياة دار الآتي آمين أسألك يا رب يسوع المسيح اسمعنا وارحمنا واغفر لنا خطايانا آمين كيريا ليسون كيريا ليسون يا رب ارحم كيريا ليسون كيريا ليسون ارحمنا يا الله كيريا ليسون كيريا
ليصون اسمنا ورحمنا. كريا ليصون كريا ليصون يا رب ورحم. كريا ليصون كريا ليصون رحمنا يا الله. كريا ليصون كريا ليصون يا رب ارحم. كريا ليصون كريا ليصون رحمنا يا الله. كريا ليصون كريا ليصون اسمعنا ورحمنا. كريا صون كريا ليصون يا رب ارحم. كريا ليصون كريا ليصون ارحمنا يا الله. كريا ليصون كريا ليصون اسمعنا وارحمنا. كريا ليصون كريا ليصون كريا ليصون كريا ليصون كريا ليصون. قدوس 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 رب السبوت سما دار متن مجد كرامتك حمد يسوع القدس ارحمنا يا رب كرامتك معنا لا سمح لك حلوة كرسنا لا تسنا لا تفنى معروف لا تفنى بغير معروف زير رحمتك يا رب ليس خطيئنا. يا أبانا الذي في السماوات قدس اسمك ليأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك الأرض خبزنا كفانا أعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن المذنبين إلينا ولا تقلب لك نجينا من شر ابن المسيح ربنا. اذكر يا رب الذين قدموا القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم اعطهم كلهم من اجر السماء. من زورون توتون كيسي سينو يمون كبروس ورنتون كريا ليصون آمين. آمين. بتي راجيوس إيسيوس آجيوس إبنف ما آجيون آمين إفلوغيتوس كريوس أوسيوس إستوس إيوناس آمين نيس نوس تيرو إسمو إفشوي مرو إسمو إروفن جينيلا أوس تيرو جيبيف ناي تاجور إيري إيغون وون تيم إسمين تيفشوي شوب شايني آمين هللويا. شكرا لك يا ايوب نمار
ατίκενη κυραή, Χριστός Υιόν αστόν Υιόνον, αμήν, αλληλούια. Εμπε προσευχήστας ητή, κύριε على كل حال من أجل كل حال وفي كل حال لأنك سترتنا وعنتنا وحفظتنا وقبلتنا ليك أشفقت علينا وعطتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة قبولك يرحمنا الله ويترافع علينا ويسمعنا وعيننا وأقبل إليه صلوات وطلبات القديسين منهم بالصلاح عنا في كل حين ونسأله أن يحفظ لنا وعلينا حياة وقيام أبينا البابا المعظم الأنباط ودروس الثاني وشريكه في الخدمة الرسولية أبينا الأسقف المكرم الأنباط صليب واجعلنا مستحقين أن ننال من شركة أسرار مقدسة المباركة لمغفرة خطايانا سلاته من صلاتك يا محب البشر امنحنا يا رب ان نكمل هذا اليوم المقدس كل ايام حياتنا كل سلام مع خوفك كل حسك وذلك وكل فعل الشيطان مؤامرة الناس الاشرار كي من اعداء الخفيين والظاهرين انذاها عنا وعن سائر شعبك وعن هذه المائدة وعن هذه الكنيسة وعن هذا الموضع المقدس الذي لك أما صالحات والنافعات فرزقنيا لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان ندوس بالحياة والأقارب نم جنتكم ترسن تابي غازي وكل شعب وحقارتي يكون محلين من فم الثالوث الأقدس الآب والابن والروح القدس فم الكنيسة الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية من أفوال إثنى عشر رسوم فم ناضي الأنجيل مكسر رسول طه الشيط بكار قديس أوريس معلم ندسكورس قديس أسانيس الرسول القديس بس الرئيس الشهيد رئيس الكادم القديس حنا دابي الفم والقديس كريريس والقديس باسيليس والقديس أوريس من أفوال إثنى سمانة عشر ابنك والمائة خمسمائة دي قسطنطين بأفسس فما قدست الباب المعظم أنبات ودروس ثاني فما حقارتي لأنه بار اسم قدوس الآب والابن والروح القدس الآن وكل ذلك من أخطيت حلوني وسامحوني يا باب إن بن يوت الطيوت نارشي Oh.
من رسالة معنا بولس الرسول إلى أهل روميا بركته علينا أمين. لأن غاية الناموس هي المسيح للبر لكل من يؤمن، لأن موسى كتب في البر الذي من الناموس أن الإنسان الذي يفعله يحيا به، وأما البر الذي من الإيمان فيقول هكذا: لا تقل في قلبك من يصعد إلى السماء أي لينزل المسيح، أو من يهبط إلى الهاوية أي ليصعد المسيح من بين الأموات. لكن ماذا يقول الكتاب؟ إن الكلمة قريبة منك وهي في فمك وفي قلبك، أي كلمة الإيمان التي ننادي بها. لأنك إن اعترفت بفمك أن الرب هو يسوع وآمنت بقلبك أن الله قد أقامه من بين الأموات فإنك تخلص، لأن بالقلب يؤمن به للبر وبالفم يعترف به للخلاص. لأن الكتاب يقول: كل من يؤمن به لا يخزى، لأنه لا فرق بين اليهود واليوناني، إذ للجميع رب واحد غني لكل من يدعوه، لأن كل من يدعو باسم الرب يخلص. ولكن كيف يدعون بمن لم يؤمنوا به؟ وكيف يؤمنون بمن لم يسمعوا به؟ وكيف يسمعون بلا كارز؟ وكيف يكرزون إن لم يرسلوا؟ كما هو مكتوب: ما أجمل أقدام المبشرين بالخيرات. لكن ليس الجميع قد أطاعوا الإنجيل، لأن أشعياء يقول: يا رب من آمن بخبرنا ولمن استعلنت ذراع الرب؟ إذن الإيمان بالسمع والسمع بكلمة المسيح، لكنني أقول: ألعلهم لم يسمعوا؟ وكيف ذلك وقد خرج صوتهم إلى الأرض كلها وإلى أقصاء المسكونة بلغت أقوالهم؟ نعمة الله الآب فلتحل على أرواحنا يا أبائي وإخوتي، أمين. الكاس ليكون فصل من رسالة معنا بطرس الرسول الثانية بركات العجمان، أمين. لذلك سوف أذكركم في كل حين بهذه الأمور، لو إنكم عالمون وثابتون في الحق الحاضر، ولكنني أظن أنه واجب حق علي أن أذكركم ما دمتم مقيما في هذا المسكن، وأن أنهضكم بالتذكرة عالما أن مسكني سينحل سريعا كما علمني ربنا يسوع المسيح، وأنا أسرع في كل حين لتتذكروا هذه الأمور من بعد خروجي، لأننا لم نتبع خرافات فلسفية، إذ عرفناكم بقوة ربنا يسوع المسيح
وظهوره، بل قد كنا معينين عظمته لأنه أخذ كرامة ومجدا من الله الآب. وإذ أقبل علي صوت كهذا من المجد الأسنى العظيم قائلا: هذا هو ابن حبيبي الذي أنا به سررت. وقد سمعنا نحن هذا الصوت من السماء حين كنا معه على الجبل المقدس، وثابت عندنا كلام الأنبياء: هذا الذي هو نعمة ما تصنعونه إذ تأملتم إليه كمثل سراج مضيء في موضع مظلم حتى يظهر النهار والنور يشرق ويظهر في قلوبكم. وهذا أولا فاعلموه أن كل نبوات الكتب ليس تأويلها من ذاتها خاصة، وليست بمشيئة إنسان جاءت نبوة في زمان، بل تكلم أناس بإرادة الله بالروح القدس. لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهوته معه، أما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت إلى الأبد. آمين. Yeah.
فصل من أعمال أبائنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركاتهم المقدسة فلتكن معنا آمين. وصعد بطرس ويوحنا إلى الهيكل في وقت صلاة الساعة 9، وكان رجل أعرج من بطن أمه، هذا كان يحمل كل يوم ويضعونه عند باب الهيكل الذي يقال له الجميل ليسأل صدقة من الذين يدخلون الهيكل. فهذا لما رأى بطرس ويوحنا مزمعين أن يدخل الهيكل سألهما يريد أن يأخذ منهما صدقة، فتفرص فيه بطرس مع يوحنا وقال انظر إلينا، فتفرص فيهما مؤملا أن يأخذ منهما شيئا. فقال له بطرس ليس لي فضة ولا ذهب، ولكن الذي لي فإياه أعطيك، باسم يسوع المسيح الناصري قم وامشي. وامسكه بيده اليمنى واقامه، ففي الحال تشدت ساقاه وكعباه فوثب ووقف وصار يمشي. ودخل معهما الى الهيكل وهو يمشي ويثب ويسبح الله، وابصره جميع الشعب وهو يمشي ويسبح الله، وكانوا يعرفون انه هو الذي كان يجلس يسال صدقه على باب الهيكل الجميل. فامتلأوا خوفا ودهشة مما حدث له. وبينما كان الرجل الأعرج متمسكا ببطرس ويوحنا تبادر إليهم جميع الشعب إلى الرواق الذي يقال له رواق سليمان، وهم مندهشون. فلما رأى بطرس أجاب الشعب أيها الرجال الإسرائيليون لماذا تتعجبون من هذا، ولما تشخصون إلينا كأننا بقوتنا أو تقوانا صنعنا هذا؟ إن جعلنا هذا يمشي، إن إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب إله أبائنا مجد فتاه يسوع هذا الذي أسلمتموه أنتم وأنكرتموه أمام بيلاطس وهو حاكم بإطلاقه، وأما أنتم فأنكرتم القدوس والبار
وطلبتم أن يطلب لكم أن يطلق لكم رجل قاتل ورئيس الحياة، قتلتموه، هذا الذي أقامه الله من بين الأموات، ونحن شهودا لذلك، وبالإيمان وباسمه هذا الذي ترونه وتعرفونه، اسمه هو الذي ثبته، والإيمان الذي بواسطته أعطى هذه الصحة أمامكم أجمعين لم تزل. المبارك أحسن استقبال علينا عليكم مغفور الخطايا وزلات مقام رحم الرب يا أبائي وأخوتي وأخواتي أمين. في مثل هذا اليوم من سنة 62 ميلادية استشهد القديس اندراوس الرسول، وهو أخو بطرس الرسول، ولد في بيت صيدا إحدى بلاد الجليل، وكانت مهنته صيد السمك. كان تلميذا ليوحنا المعمدان الذي أرشده إلى السيد المسيح، فتتلمذ على يديه وصار أحد الاثني عشر رسولا. وبعد حلول الروح القدس في يوم 50 بشر بالإنجيل في بلاد الشام، ثم في أسيا الصغرى وإيخائية وكبدوكيا وغلطيا وبيثينية، وأخيرا استشهد في مدينة بطراس إحدى مدن إيخائية ببلاد اليونان. وذلك أنه ذهب إليها وأخذ يبشر أهلها بالإنجيل، فآمن معظم أهلها على يديه وكاد يمحو عبادة الأوثان. ولما أحس الوالي بذلك قبض على القديس اندراوس وأمر بالتبخير للأوثان، وإلا مات مصلوبا. فرفض القديس واعترف بالسيد المسيح أنه الإله الحقيقي الذي افتدانا بدمه، فغضب الوالي وأمر بصلبه ليموت نفس ميتة الذي يبشر باسمه. ففرح القديس بذلك وعملوا له صليبا على شكل علامة فيه، وهو إلى الآن يسمى صليب اندراوس. وصلبوه عليه فبقي على الصليب يومين يعظ الناس ويثبتهم في الإيمان، حتى أودع روحه الطاهرة بيد الرب ونال إكليل الشهادة. فأنزل المؤمنون جسده الطاهر من على الصليب ودفنوه بإكرام جزيل، بركة صلواته فلتكن معنا أمين. وفيه أيضا تعيد الكنيسة بتذكار تكريس بيعة الشهيد يوحنا الهيرقلي الذي استشهد في يوم 4 بأونة، وما زال جسده محفوظا مع جسد خاله الشهيد أبي فام في قرية أم القصور مركز منفلوط بمحافظة أسيوط، بركة صلواته فلتكن معنا أمين. وفيه أيضا تم نقل جسدي القديسين العظيمين الأنبا بيشوي الرجل الكامل حبيب مخلصنا الصالح، وصديق جهاده الأنبا بولا الطموهي من إنصنا بشرق ملاوي دير البرشة حاليا، إلى دير الأنبا بيشوي العامر بوادي النطرون ببرية شهيد المقدسة. وكان ذلك في سنة 557 للشهداء 842 ميلادية في عهد البابا يوساب الأول البطريرك الثاني والخمسين، الذي أراد نقل جسد الأنبا بيشوي إلى ديره ببرية شهيد ليكون بين أولاد الرهبان. ولما قام المكلفون بهذه المهمة بوضع جسد القديس الأنبا بيشوي في السفينة، تعطلت عن المسير، وكان هناك شيخ قديس يدعى إرميا أخبرهم بأن المركب لن تتحرك بجسد الأنبا بيشوي وحده، لأنه كان يوجد عهد بين القديسين الأنبا بيشوي والأنبا بولا الطموهي أن يظل غير مفترقين في أيام غربتهما على الأرض. وبعد نياحتهما فرجعوا وحملوا جسد الأنبا بولا الطموهي ووضعوه في السفينة، فتحركت للحال وصارت في سلام، فسبحوا الله ومجدوا قديسيه. ولما وصلوا إلى دير الأنبا بيشوي وضعوا الجسدين في صندوق واحد داخل الكنيسة، وما زال يرقدان في مقصورة جميلة إلى يومنا هذا، وتظهر منها بعض الآيات والمعجزات. بركة صلواتهما فلتكن معنا ولربنا المجد دائما أبدا.
Agios osseos, agios escheros, agios asanatos, o ekbaxenogenetis, eleison imes. Agios agios escheros, agios asanatos, o stavro tis dimes, eleison imes. Agios agios escheros, agios asanatos, o anastas ekton nekeron ki anelson Iesos oranos eleison imes doxebetri keio ke agio pneumati kenin ke ari Κατριές ελέησον ημές. Εμπέ προσευχείς τα σύντη. هنا الذي خاطب تلاميذ القديسين وصلى طهر المكرمين قائلا جهان ميش مبروفتي استمهان اسمي أغير مسي من هنا فيني تدن غيرو هو هم بونا فهو يسوتم إني تدن سوتم رو هم بو سوتم إن سوتم ذي أؤوني أتون تنبار جنسنا نم نتن ما أجلس صوت مارن إرب ممشان صوتم أو إيرين كفان جيون سواب خيني طبن تني سواب Σαφίξ άστε βερτούν αγιόν αεφαγγέλιο. Κύριε Ιησόν. Ουσκράιν δανειά, σαϊδανά, κουλ λαδίνα, μαρούνα, ουσούνα, νοσκρούν φι θελπότινα, τα δαρουάτινα, λατί ναρφάουα, ηλαϊκέ. يا رب إلهنا الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحهم المرضى في شعبك يا رب اشفيهم لأنك أنت وحياتنا كلنا خلاصنا كلنا رجاؤنا كلنا شفاؤنا كلنا وقياماتنا كلنا Τιότε μη φρυτνάνε σόεφε να φυντζένε έτσο τον οεφε όνο Αφ ορκεν τζέμ σοε σοβόνε πεόενε σιένε σι Σοεινε κατά εταξί σε μελσέ σε δε Σκόβος αβασά αλλη Ποιόησε πέρα εμπέτον ον χα α ελλη Ten metabobos eo akosumen to agyo o efange elio
Evangelio doxanas ma sincereia befo bekhaufin amam Allah wansitu lisamal Injil al-Muqaddas fasl min basharat muallimna al-Qaddis Marimat al-Bashir wat-Tilmidh al-Tahir barakatuhu al-Muqaddasa takun ma'ana jami'an amin بن شويس وبن نوتي وبن سوتريس وبن أوروترين إيسوس بحريسوس إبشير بن نوتي تنخ بيئونا بشاني بيوفا بن نوتي بشاني تمني تيرو أمين صاسين كريا مذامير تراتي المعلم داود النبي والملك بركته تكون معنا جميعا أمين السماوات تذيع مجد الله الفلك يخبر بعمل يديه في كل الأرض خرج منطقهم إلى أقطار المسكونة بلغت أقواله كنيسة شعبه وليباركوا على منابر الشيوخ جعل الإبوة مثل الخراف يبصر المستقيمون ويفرحون أقسم الرب ولن يندم أنك أنت هو الكائن إلى الأبد على تقسيم الشيء صادق الرب عن يمينك يا بان القديس البطريرك الأنباط ودروس الثاني وشريكك في الخدمة الرسولية أبينا الأسقف المكرم الأنبا صليب الرب يحفظ لنا حياتكما ربنا ولنا مخلصنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم ثم دعا تلاميذه الاثنى عشر واعطاهم سلطانا على ارواح نجسه حتى يخرجوها ويشفوا كل مرض وكل سقم واما الاسماء الاثنى عشر رسولا فهي او هذه الاول سمعان الذي يقال له بطرس واندراوس اخوه يعقوب بن زبدي ويوحنا اخوه فيلبس وبرسلوماوس توما ومتى العشار يعقوب ابن حلفي وتداوس سمعان القانوي ويهوذا الإسخريوط الذي أسلمه هؤلاء الاثنى عشر أرسلهم يسوع وأوصاهم قائلا إلى طريق أمم لا تذهبوا وإلى مدينة للسامريين لا تدخلوا بل اذهبوا بالحري إلى خراب بيت إسرائيل للضالة وفيما أنتم ذاهبون اكرذوا قائلين قد اقترب ملكوت السماوات اشفوا المرضى أقيموا الموتى طهروا البرص اخرجوا الشياطين مجانا أخذتم مجانا واعطوا لا تقتنوا لكم من ذهبا ولا فضة ولا نحاسا في مناطقكم ولا مزودا لكم في الطريق ولا ثوبين ولا أحذية ولا عصا لأن الفار مستحق طعامه وأية مدينة أو قرية دخلت تدخلونها فأفحصوا من فيها مستحق وأقيموا هناك حتى تخرجوا وحين تدخلوا البيت سلموا عليه فإن كان البيت مستحقا فليأتي سلامكم عليه
ولكن إن لم يكن مستحقا فليرجع سلامكم إليكم. ومن لا يقبلكم ولا يسمع كلامكم فاخرجوا خارجا من ذلك البيت أو من تلك المدينة أو القرية وانفضوا غبار أرجلكم. الحق أقول لكم ستكون لأرض سدوم وعمورة يوم الدين راحة أقصر مما لتلك المدينة. والمجد لله دام آمين. أي توي صور بن غبريل إيه أيشن زخرياس مبجن مي سنت يونس أف أولي مبشوشن لي صاب الطيوت النبرو في تلجن بأنطن في خنجن ميس انتني هي يوم فوني أمك جيف اسمرو جيريوت نمشيرين أمب نما اس أواب اترياس الجيكيفو جنوش تموس تنتيونا إن صوفيا سبروس خومين كريا ليسون كريا ليسون خن أوم اسمين بالحقيقة سامحوني يا أبا وإخوتي شليم إيه بيب روسف كيس تاسيتي إيرن باسي كي طبن ماتي يا الله العظيم الأبدي الذي جبل الإنسان على غير فساد والموت الذي دخل إلى العالم بحسد إبليس هدمته بالزهور المحيي الذي لابنك الوحيد الجنس ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع الماء آسيح وملأت الأرض من السلام الذي من السماوات هذا الذي أجناد الملائكة يمجدونك به قائلين المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وفي الناس المسار صلوا من أجل السلام الكامل والمحبة والقبلة الطاهرة الرسولية يا بمسرتك يا الله
املأ قلوبنا من سلامك، وطهرنا من كل دنس ومن كل غش ومن كل رياء ومن كل فعل خبيث ومن تذكار الشر الملبس الموت، واجعلنا مستحقين كلنا يا سيدنا أن نقبل بعضنا بعضا بقبلة مقدسة لكي ننال بغير وقوع في دينونة من موهبة غير الميتة السمائية بالمسيح يسوع رب إنا. قبلوا بعضكم بعضا بقبلة مقدسة. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم. نعم يا رب الذي هو يسوع المسيح ابن الله الحي اسمعنا وارحمنا. تقدموا تقدموا على هذا الرسم، قفوا برعدة وإلى الشرق انظروا ننصت أكسيون كذيكيون. أيها الكان السيد الرب إلى حق الكان قبل الدور والملك إلى الأبد الساكن في الأعالي الناظر إلى المتواضعات الذي خلق السماء والأرض والبحر وكل ما فيها آب ربنا ولنا وخلصنا يسوع المسيح هذا الذي خلقت به كل شيء ما يرى وما لا يرى الجالس على كرسي مجده المسجود له من جميع القوات المقدسة. أيها الجلوس قفوا. الملائكة ورؤساء الملك الرئاسات والسلطات والكراسي والأرباب والقوات وإلى الشرق انظروا أنت هو الذي يقف حولك أشهروا بما الممتلؤون أعينا والسيرة فيهم ذو ستة الأجنحة سبحون على الدوام
بغير سكوت قائلين منصر قدوس قدوس بالحقيقة يا رب إلهنا الذي قبلنا وخلقنا وضعنا في فردوس النعيم وعندما خالفنا وصيتك بغواية حية سقطنا من الحياة الأبدية ونفينا من فردوس النعيم فلم تتركنا عنك أيضا إلى الانقضاء بل تعتنا دائما بأنبيائك القديسين وفي آخر الأيام ظهرت لنا نحن الجلوس في الظلمة وظلال الموت بابنك الوحيد الجنس ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا الذي من الروح القدوس ومن العذراء القديسة مريم تجسد وتأنس وعلمنا طرق الخلاص وأنعم علينا بالميلاد الذي من فوق بواسطة الماء والروح وجعلنا له شعبا مجتمعا وسيرنا طارا بروحك القدوس هذا الذي أحب خاصته الذين في العالم وأسلم ذاته فداء عنا إلى الموت الذي تملك علينا هذا الذي كنا ممسكين به مابعين من قبل خطايانا نزل إلى الجحيم من قبل الصليب وقام من الأموات في اليوم الثالث وصعد إلى السماوات وجلس عن يمينك أيها الآب ورسم يوما للمجدى هذا الذي يظهر فيه ليدين المسكون بالعدل ويعطي ويجادي كل واحد بحسب أعماله بينشتي مستيريون انتتي متفسديد افس شعرت بف مو خيبون خم بيكو او
كبجن بجيج صواب نطتشن الاسولف وين مكاريون وين رفتان افغشتي بشويت فيها ركبياتي فوفي بني بنت اوني بنطاف شبه مو آمين افز مو ايرو آمين افقر اقيا ذني تنو فنا جي سما سي سن وصل زي سوا اي بي جو ام جي تش ما بين خيت في تيرو فاي غار بي باسو ما تو نباش اي جن سي نو ني من كميشن ساتي ايب كو اي بون تن نو في واي ار تي با ار اف م اي اف اي واي بي كفت من انساس تفعب الخن وقرب نمومه اطاف شبه مو آمين آفز مو ايرو آمين افقر اقيا ذني فاو في نيت انه في ناجي وسما سي سنه وصل سي سوا اي بي جو اي موس جي تش ما بان خيت في تيرو فاي غار بي بوس كنت دي دي كتون فين في فول اي جين سي نون ما هن كميش نساتي اي بي جو اي بول انت نو في فاي اي ريتي با ار اف مي باي ويك باي او انت سو اي بالخم باي ابد باي ارتن هو ايش مومنت ممكن انت انا استاسيس ارتن ايري ام با مي شاتي جنتم في فولخن يسموت من جيب شوي نفي اوي نمهم سيساتيك اوي نامي اي فيو
وظهور سان الآتي من السماوات المخوف المملوء مجدا نقرب لك كرابينك من الذي لك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال اسجدوا لله بخوف ورعدات مسبحا مباركا نخدمه نسجد الآن انصتام كمان انت باين في نصومة اس هو ذنطاك بن شاي سوى بن نوتو تيناتي آمين بقى فوت نصطف الطيوت انت تدي يديك انذيري وابتيرو طفرنا كيس جانبيني عريف ما بين شو سنتيرين انت تكون ما بص سواب ان كاسو لكي ان ابسطو لكي ان كليسي كيف وليتين بيسنو في الطيوت انت بخريستوس أريانوس خنو هيريني نمني بسكوس ديرو ان أرثوذكسوس اتن خيس ان شرب مين عريف ما بيبش اسم بمكاريوس نيوت الطيوت ان ارشي بسكوبوس بن بطري ارشيس بابا بطادروس بما اصناف نم بفكي جفير اللي طوروس بن يوتس اوا بن ذكيوس افا صالي والذين يفصلون معه كلمة الحق باستقامة أنعم بهم على كنيستك المقدسة العير وقاطعة بسلام أذكر يا رب القمامسة والكسوس الأرثوذكسين والشمامسة وكل الخدام وكل الذين في البتولية وطهارة كل شعبك المؤمن يا رب أنت رحمنا كلنا ما اذكر يا رب خلاص هذا الموضع المقدس الذي لك كل المواضع
وكل ديرة بين الأرثوذكسيين والساكنين فيها بمن إلا تفضل يا رب الزروع والعشب ونبات الحق في هذه السنة باركها سعدك ومقدارك نعمتك فرح وجه الأرض روح صوتك صور أسمار يا أعد للزرع والحصاد دبر حياتنا كما يليق بارك إكليل السنة بالصلاة من أجل فقراء شعبك من أجل الرملة واليتيم والغريب والضيف ومن أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس لأن عين الكل تترجاك لأنك أنت الذي تعطيهم طعامهم في حين حسن اصنع معنا حسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل ذي جسد املا قلوبنا فرحا ونعيما لكي نحن ايضا اذا كنا كفاء في كل شيء كل حين نزداد في كل عمل صالح قدموا الكرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم أعطهم كله ملء غراس ماء صلوا من أجل هذه الكرابين المقدسة الكريمة وتقدمتنا والذين قدموها يا رب ابزر شوي صوصان بنت بكمونو سرين رجبير برمام تنسوا بنتك أريكتك سنب شوي انت كرمبي اللي سوا بتيرو انت بالك سجن بنيوتي اسو Νιμάτρι αρσί, νιμπροβιτή, νιαποστολό, νιμπεό, νιμπαγγελιστή, νιμαρτυρό, νιμολογητή, νιμπνιμάνι, βεν, ενισμή, ηταβογό, بسم الله تم برسنون انسيوني من تسعوت كوسسوك تيان آجي مارن ايان سيتزل يقبلوس حنوم اسمي
نمبوغيوس يوانس ببرودروموس وفستيس ومارتيروس نمبوغيوس ستيفانوس بارشيزيكونوس وبروتو مارتيروس نمبسيوريموس نفانجيلستيس ماركوس بأبسطولوس إسوء مارتيروس نيم ببطريرشي سوف سفيروس نيم بن صاديوس كوروس نيم بأغيوس أصلاسوس بأبسطوليكوس نيم بأغيوس بيتروس يرو مارتيروس بأرشي إيريس نيم بأغيوس وانس بيروس Nembagios Theodosios, Nembagios Sophilos, Nembagios Emeterios, Nembagios Kyrellos, Nembagios Vasilios, Nembagios Aurorios Besologos, Nembagios Aurorios Besogmatoros, Nembagios Grigoreios نمبيشوم تشمينش مني تفسوتي خنيكي نمبيشي تبينتي قسطنطيبوليس نمبيس نافشين تفسوس نمبينيوتين زيكيوز بنشتي افانتونيوس نمبيس مي افا بابلي نمبيشوم تسو ابا افا مكان شيريتيرو إن استبرو فوروس نمبنيوت أبا يونيس بيغومينوس نمبنيوت أبا بيشوي بسميرو من تيليوس بمن ريتن تبن سوتيرن أغاسو نم بنيوت أبا بغلي برم تامو نم زكيل بف ماسيتيس نم ناشوي سنيوتيس وابن روميوس ماكسيموس نم دوميتيوس نم به مبسيت مارتيروس نيخلو ينتي شهيد نم بغوريس واب أبا موسى نم يؤنس كامي ببرز فيتيروس نم بنيوت أفا دانيل بيوغومينوس نم بنيوت أفا إسيزوروس ببرز فيتيروس نم بنيوت أفا بخوم فاتيكونونيا نيم صدوروس بيف ماسيتيس وابنم بشنود رئيس المتوحدين وانباوي صات الميزو والقديس الانبا ابراهام اسقف الفيوم والجيزة والقمص ميخائيل البحيري تلميذه والبطريرك القديس الانبا كيرلوس السادس والقديس الارشدياكون حبيب جه
إرجس وكل مصافي قديسيك هؤلاء الذين بسؤالاتهم وطلباتهم ارحمنا كلنا معا وانقذنا من أجل اسمك القدوس الذي دعي علينا القارئون فليقولوا أسماء بين البطارقة القديسين الذين رقدوا الرب ينيح نفوسهم أجمعين ويغفر لنا خطايا نفوسهم نيحهم في فردوس النعيم في كورة الأحياء إلى الأبد في أورشليم السمائية في ذلك الموضع ونحن أيضا الغرباء في هذا العالم احفظنا في إيمانك وانعم علينا بسلامك إلى التمام تيون خنوم نيفين انت بتشي او انت بتشي اسمو او انت بتشي سنجابك نشتنرا ايثوب خنهم نيفين الطيوت تسمارود نم إسو أوس بخريستوس بك من ريت شيرين بمن مايث أوال ريني باسي شبه متنطط في مذنوتي ببانتو كراتور افيوت بن شايس او بن نوتي او بن سوتي ريسوت بإخريستوت لأن أوقعنا أهلا الآن أن نقف في هذا الموضع المقدس ونرفع أيدينا إلى فوق
ونخدم اسمه القدوس. هو أيضا فلنسأل أن يجعلنا مستحقين لشركة وصعود أسرار الإلهية الغائر الميتة. بصوم إسوا من بإسنو في الطيور جبي بانتو كراتو ابشوي سبن نوتي. امين امين بروس فيكساستي لجميعكم ولروحك أيضا. أيها السيد الرب لنا الخالق غير المرء غير المحوى غير المستحيل غير المفحوص الذي أرسله نوع الحقيقة ابن الوحيد الجنس يسوع المسيح الكلمة الذاتي. أتى وحل في الحشى البتول غير الدنس ولدته وهي عذراء وبتوليتها مختومة. الملائكة تسبحه وأجناد السماوات ترتل له صارخين قائلين قدوس 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 رب الجنود السماء والأرض مملؤتان من مجدك الأقدام. يا ليسون كير يا ليسون يا رب العالمين. هكذا نحن أيضا الضعفاء الخطاة اجعلنا مستحقين معهم يا سيدنا الصالح محب البشر لكي بقلب طاهر نسبحك معهم الروح القدس الثالوث القدوس المساوي نرفع أعيننا إلى فوق إليك أيها الآب القدوس الذي في السماوات ونقول أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك ليأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على خبزنا كففنا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن وادنا المذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد
هم خريستوس يسوس بيمشوي تسكيف على سيمون تكريو إكلنا آتي نبيون سوكيري تغفر لي خطايا من خطايا الخاصة ونجاسات قلبي لا تمنع شعبك يا رب من نعمه الروح القدوس حللنا حارل كل شعبك من كل خطية ومن كل أنا كل أنا ملين نحن يا رب أن نصنع مرضات اكتب أسماءنا يا رب في اسمك يا رب سلام كنيستك الواحدة الوحيدة اذكر رب قدسة البابا طوادروس الثاني شركاء في الخدمة الراس والأبان المطار أبانا صفة اذكر رب كنيستك وشعبك كل الحاضرين كل الغايبين كل الذين أمرونا أن نذكرهم كل من ليس له أحد وكل الذين قدمت أسماءهم يا رب على المذبح لتكن إرادتك وتكن مشيئتك اذكرنا يا رب في مراحمك واغفر لنا خطايانا واقبلنا إليك دب يا رب كل أمر حسب إرادتك حسب مشيئتك اغفر لي أنا الخاطئ وسامحني مريم شايس النجن صوتي اسمه إيرو صميم كتب دماتي صبر صميم كريلاي صون سجي سفلوجي توس كيريوس إيسوس خريستوس أجي اسمه سفنب ما أجيون أمين Παναγιος πετήρ Ιησού Παναγιος Υιός εν το Παναγιον εμπνεύμαμι Ειρήνε πάση και το πνεύμα της Αγιον καημετινιον αλήσινον Ιησού Χριστό το Υιό το Θεό εμόν αμήν Kai malisinun Isu Christo to Iyo to Seu Emon Amen. Isu manem besno fente manuel panuti. Φάι πέχεν ομες μη αμήν τεν άτη αμήν αμήν ομήν 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 واعترف النفس الأخير أن هذا هو الجسد المحيي الذي أخذه ابنك الوحيد ربنا ولنا مخلصنا يسوع المسيح من سيدتنا ملكتنا وإله القديسة الطاهرة مريم جعله واحدا مع لاهوت بغير اختلاط ولا امتداج ولا تغيير واعترفنا اعترافا حسنا من بيلاطس المنتي وسلموا أن على خشبة الصليب المقدسة بإرادتي وحده أن كلنا بالحقيقة أؤمن أن لاهوته لم يفارق ناسوته لحظة واحدة ولا طرفة عين يعطى عنا خلاصا غفرانا للخطايا حياة أبدية لكل من يتناول منه أؤمن جي صيتي خن أمسني آمين 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 أن هذا هو بالحقيقة آمين اطلبوا عنا وعن كل المسيحيين الذين قالوا لنا من أجلهم أن نذكرهم في بيت الرب سلام ومحبة يسوع المسيح معكم
رتلوا بنشيد هللويا. صلوا من أجل التناول بالاستحقاق من الأسرار المقدسة الطاهرة السماء يا رب ورحم. Oh.